السلام عليكم، مرحبا بمشاهدي حلقاتنا. أنتم الآن مع العالم الذي بدأ رحلته منذ كان في 15 من عمره، وحينما وصل 25 كان يشابه أعطى العلماء ويقدم أندر الرؤى والعلوم. صغير في سنه، كبير في علمه، عزيز في مقامه. هل تجدون في الشرق الأوسط شابا في 25 يطرح علما لن تجدوه في كل مكتبات الأمة الإسلامية؟ هل تجدون تفسيرات لكتاب الله فاقت التصور والروعة والجمال في عصرنا الحالي؟ هل تجدون شابا في ريعان شبابه يتحدث بحكمة الحكماء وبعلم الراسخين في العلم وببساطة الشباب؟ هل تجدون الآن علما يزيد حياتكم رشدا ونضجا، وفي نفس الوقت يزيد صلتكم بالمرجع والأساس؟ نعم يا سادة، إنه أحد أندر الوجوه في الشرق الأوسط، العالم الكبير في مقامه والصغير في سنوات عمره. إنه من فسر كلام الله جل جلاله بما لم يسبق لأحد عمله وتفسيره، فأي مقام وعلم بعد فهم وتفسير كلام ملك الملوك سبحانه. إنه الذي جاب المحافظات والمدن والبلاد ناشرا لعلمه ولحكمته الراسخة. إنه العالم الكبير أمين صبري. والآن أنتم في دقائق متاحة من وقته ليخبركم فيها بأمور تزيد وعيكم وحكمتكم. اغتنموا تلك الدقائق واشكروا الله أن أتيحت لكم فرصة سماعها، لأنكم إن أردتم الحصول على العلم منه مباشرة فليس ذلك سهلا أو متاحا، ويكلفكم آلاف الدولارات. فلم يدفع موسى عليه السلام في تحصيل علم الخضر القليل أو الرخيص، بل دفع الغالي من وقته وجهده وماله لكي يحصل معلومة واحدة من عبد آتاه الله علما. لذلك لا تضيعوا دقيقة واحدة ولتأخذوا منها العلم والحكمة. أنتم الآن في حضرة عالم، ولينصت الكل وليفسح المجال لتلك الحكمة أن تسري في كيانه، فلن تجدوها متاحة في الكتب ولا في المكتبات ولا في الجامعات. والآن مع العالم المصري الشاب أمين صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهدي المنتظر، موضوع بينتظره كتير من الناس. في الحقيقة الحلقة دي إن شاء الله أنا مش هتكلم عن المهدي قد ما هتكلم عنكم في تناولكم لهذا الموضوع. بادئ ذي بدء، تعالوا نرجع لمن تحدث وأخبرنا عن المهدي. الأول، من هو؟ خاتم الأنبياء، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وركز بقى معايا في الكلام الجاي ده، كلامه اللي كان بيطلع أو دوره كان ثلاث حاجات. أول حاجة الرسالة، تبلغها وتبيينها، ده قسم الأكبر من كلامه مع الناس، من تواصله مع الناس، الرسالة. تاني جزئية بيقوم بيها تزكية المجتمع اللي حواليه، أخلاقهم، صفاتهم، سلوكياتهم، ده تاني حاجة بيعملها. وتالت حاجة بتيجي وسط ثنايا كلامه بتبقى نبوءات مستقبلية. وما أكثر النبوءات المستقبلية اللي وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام، زي مثلا إيه؟ سيأتي على الناس سنوات خدعات، دي نبوءة مستقبلية. مثلا ستفتح فارس وستفتح بلاد الشام وستفتح مصر، دي نبوءة، دي ليست حديث رسالي، ما لهاش علاقة برسالة السماء، لكن لها علاقة بانتشار رقعة العرب والدين الإسلامي الذي يحملونه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثلاث أنواع من الكلام بيقوم به مع الناس. أول نوع اللي هو الرسالة، وده ورد وده كان 75% من كلامه. يعني إيه؟ 75% من كلام النبي، من تواصله، من أحاديثه، من حكمه، من مواعظه، من خطبته، 75% منها قرآن، توصيل حاجة في القرآن، تبيين حاجة في القرآن، تبليغ الرسالة. طب جبت ده منين؟ وجبت النسبة دي منين؟ جبتها من الآية اللي بتقول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة. يبقى أنت عندك، شوف إحنا هناخد الآية كاملة، عندك يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعني في أربع أدوار هو للنبي، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب
ويعلمهم الحكمة. دي كده الثلاث حاجات دول 75% من مهمة النبي. فاضل مين؟ آخر واحدة اللي هي يزكيهم، يرقيهم، ينمو سلوكياتهم. وسط يزكيهم دي بقى اللي هي 25% الباقية من كلام النبي، 24% و999 من 1000% كان تزكية اجتماعية ونفسية، 1 من 1000% كان من كلامه نبوءات خاصة بمستقبل هؤلاء القوم ومستقبل هذه الأمة، 1 من 1000% من كلامه. المفروض ان دي نسبة قليلة، لان اساسا هو موجود مش عشان بس يقول حاجات مستقبلية، علشان يوصل الرسالة ويزكي زي ما الآية حددت دوره، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طيب انت خرجت من موضوع المهدي ليه؟ ما اصبر عليا بس. فالنبي من ضمن النبوءات اللي قالها عليه الصلاة والسلام أنه سيكون في آخر الزمان شخص يسمى المهدي. دي الجملة دي والحديث ده، هل هو أمر رسالي له علاقة بالقرآن والتزكية وتعليم الحكمة؟ لا. هل له علاقة بالإيمان بالله؟ لا. هل له علاقة بالصراط المستقيم؟ لا. هل له علاقة بالآخرة والجنة والنار؟ لا. أمال ده إيه؟ ده نبوءة مستقبلية تخص، وركز بقى معايا علشان دي مشكلة المشاكل في الأمة الإسلامية. هذا الأمر الذي تحدث عنه النبي وسط النبوءات اللي قدمها للقوم اللي كان عايش وسطهم، نبوءة تخص المكان اللي هو نشأ فيه، وتخص الناس اللي هو نشأ وسطهم، تخص قوم العرب والجزيرة العربية. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في مهدي، يعني إيه في مهدي؟ وأنا بقول دايما دايما أولى بمن هداه الله أن يفهم كلامه أن يفهم كلام نبيه. ومش هعيد الجملة تاني، أتمنى تكونوا فهمتوا. أولى بمن هداه الله أن يفهم كلامه ويرى الحق في كلامه أن يفهم إشارات ورموز كلام نبيه. لما النبي يقول إن في هيبقى في مهدي، ما تفكرش بقى إن أي واحد هيطلع دلوقتي يوم قايل آه أنا المهدي. مهدي مين يا عم الحاج؟ ما تصلوا على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقولكش اسمه، بيديك رمز. يعني ايه المهدي اصلا؟ المهدي ليس اسم شخص ولن يكون، عشان تقطعوا بقى الطريق على الخرافات اللي بتطلع كل شوية، واحد يقول انا المهدي والتاني يقول المهدي مش عارف قاعد فين، والرابع يقول المهدي ظهر في الهند وكان اسمه غلام احمد، وكل واحد بقى يقعد يخترع ويحرف في النبوءة اللي هي لا تمثل 1 في 1000 من أحاديث أو من مهمة النبي عليه الصلاة والسلام. فكلمة المهدي ليست اسم شخص وإنما رمز. معنى إيه؟ شفرة، معناها الشخص الموفق الملهم المسدد. يعني إيه مهدي؟ مهدي اسم مفعول من هدى، مش الله سبحانه وتعالى هادي؟ طيب لما ربنا بيهدي حد، هذا الشخص بيبقى مهدي، مهدي من الله. يعني إيه مهدي؟ يعني موفق وملهم ومسدد من الله سبحانه وتعالى. يبقى أي حد دلوقتي، أي حد ممكن يسري عليه اللفظ ده، لفظ المهدي، وبالتالي هو وصف وليس اسم. جميل، دي نقطة. النقطة الثانية، مين قال لك إن المهدي ده اللي هو الشخص الموفق المسدد اللي النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ به، واحد عادي في الهند ولا في الشام ولا في البرازيل ولا في اليونان ولا في اليابان ولا في أي دولة، مين قال لك إن مين اللي اخترع فكرة إن المهدي ده هيبقى ظاهر كده في أي مكان في العالم؟ النبي عليه الصلاة والسلام في النبوءة دي اللي هي تخص قومه، تخص البلد اللي هو نشأ فيها، تخص جزيرة العرب، تنبأ أو جات له النبوءة إن سيكون هناك حاكم من حكام هذه المنطقة، هذا الحاكم موفق مسدد ملهم من الله سبحانه وتعالى، هيحافظ على هذه المنطقة فلا يضيع أولئك القوم ولا تستباح بيضتهم ولا يهلكوا عن آخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يطمن على مستقبل هذه الأرض التي نشأ عليها، أرض الجزيرة العربية، عايز يعرف في آخر الزمان قومه هيبقوا موجودين ولا هيبقوا تلاشهم، لأن تلاشي قومه يعتبر تلاشي للرسالة وللغة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جات له نبوءة المهدي ليس لها علاقة بالرسالة أو بالإيمان الشخصي، وليس لها علاقة بالصراط المستقيم، وليس لها علاقة بأمر العبادة، وإنما لها علاقة بقضية اجتماعية سياسية مستقبلية محلية وليست عالمية، ملهاش علاقة. يعني مسلمي الهند
مسلمي اليابان، مسلمي اوروبا، ولا لهم اي علاقه بالمهدي، ولا يخصهم، ولا يرتبط بدينهم. انت شخصيا وانت بتتفرج عليه دلوقتي، الموضوع ده لا يخصك بشيء، ولا يرتبط بايمانك بشيء اساسا. اذا المهدي رمز ومعناه الموفق والمؤمن، وهيبقى حاكم من حكام هذه الارض اللي ربنا سبحانه وتعالى قضاهم وقررهم، هيبقى واحد منهم. ربنا بقى هيوفقه ويلهمه فيحافظ على البلاد والعباد، وده بقى قضيه اجتماعيه سياسية مرتبطة بقضاء الله سبحانه وتعالى. ليس شخص ديني، ليس حاكم له علاقة بقى بنشر الدين. أصلا الحكام اللي وردوا في القرآن، الأنبياء ما كانوش مهمتهم نشر دين. أنبياء السلطة زي مين؟ سليمان، داود، يوسف، كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا بيسيسوا العباد والبلاد بشكل إيجابي ورائع وراقي. كانش لهم علاقة بالتدخل في عقيدة الناس، لأن الناس مفكرة أن المهدي ده قضية دينية، قضية معتقد ديني. يا باشا، المهدي ليس له علاقة بالدين أساسا. المهدي إنسان مؤمن مسلم موفق من الله، هيمشي الأمور السياسية والاجتماعية بشكل إيجابي. فين؟ في المكان اللي النبي عايز يطمن على مستقبله. خلص الموضوع. هل ممكن المهدي يكون ظهر من مئات السنين؟ ربما. هل ممكن يظهر كمان عشرات أو مئات السنين؟ ربما. القضية كلها ليست قضية دينية ولا قضية ترتبط بالإيمان بالله، وإنما قضية نبوءة خاصة بطمأنينة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المكان. طيب، النقطة اللي بعد كده، أنت مالكش علاقة بالموضوع، ولا أنا لي علاقة بالموضوع، ولا أي مسلم على وجه الأرض له علاقة بالموضوع. اللي له علاقة بالموضوع النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يطمن على مستقبل هذه الأرض. طيب، المشكلة بقى في فكرة المهدي دي ايه؟ اللي روجت عبر التاريخ، شوف النبي قالها ازاي، وشوف هي اتقدمت ازاي. المشكلة الكبيرة في الموضوع مشكلتين. مشكلة ان الموضوع المهدي المنتظر ده بقى بالنسبة لأي باحث ترمومتر التحريف. يعني ايه؟ أنا بعتبر الحتة دي ضرورية جدا عندي في شغلي في الأبحاث. في كده كذا موضوع بستخدمهم ترمومترات. المواضيع دي لما بستخدم المواضيع دي كترمومترات، بعرف المنهج ده او المذهب ده صح وحق، ولا الباطل مليان وبيعج فيه. ومن ضمن الترمومترات دي المهدي. ازاي؟ المهدي ده عامل زي الترمومتر، الموضوع يعني بتاعه عامل زي الترمومتر. كل لما يكون مذهب او فئه الترمومتر ده عالي قوي فيه، اعرف ان المذهب ده هو اصلا دي نبوءه محليه شخصيه حصريه زمنية مرتبطة بحاجة ليس لها علاقة بالدين أساسا. فبمسك بقى الترمومتر ده وأشوف المذهب، هل المذهب الترمومتر ده بيرتفع فيه ولا بينخفض؟ مثلا لو مسكنا مذهب طالع من الهند اسمه القديانية، ولا مش عارف بيسموه إيه، والمذاهب لن تنتهي. ولو مسكنا المذاهب اللي موجودة في الشرق، المذاهب الدينية بالذات، يعني المذاهب الدينية الإسلامية اللي جاية من الشرق، من وانت داخل كده من بعد بقى الجزيرة العربية، خش كده على الشرق. مش عايزة يعني أذكر أسماء دول بعينها، بس ابدأ بقى من أول بقى الجزيرة العربية وانت رايح ناحية الشرق، بيبدأ يزيد الموضوع ده. موضوع إيه؟ الترمومتر ده بيبدأ درجة حرارته تزيد، اللي هو ترمومتر المهدي. فتلاقي ناس عندهم إن المهدي ده دخل في مغارة، ولا مش عارف دخل في إيه، من 1000 سنة، ولا مش عارف من كام سنة، وقاعد مستني دوره عما يخرج. ده هنا الموضوع درجة حرارته زادت شوية، يعني الترمومتر يعني درجة حرارته بتخبط فوق. ليه؟ لأن الموضوع إن بقى في شخص مخلد وقاعد، وبدأنا ننفي بقى كل السنن الإلهية المذكورة. يبقى إذن الموضوع اللي كان صغير الترمومتر ضرب فيه، يبقى ده تعرف إن هنا تحريف عالي جدا جدا جدا. طيب، خش كمان شوية على الشرق، خش أكتر على الشرق، هتلاقي في أحد البلاد برضو من غير ذكر أسامي طلع واحد قال أنا المهدي، ومش بس بقى اكتفى بالموضوع ده، ده عمل مذهب وبقى له ملايين المتابعين على وجه الأرض، وبقى لهم قنوات فضائية، وبقى عندهم اسمه مذهب خاص بيهم وكتب خاصة بيهم، وبيعتبر نفسه المهدي والمسيح كمان عليه، يعني بيعتبر نفسه المسيح اللي هينزل والمهدي في نفس الوقت، وبيقدم بقى أطروحات شبه منطقية عن الدين علشان يقنعك بالموضوع. هنا برضو بمسك موضوع المهدي كترمومتر، ألاقي درجة الحرارة ارتفعت جدا فوق. إيه يا عم الحاج؟ ايه يا عم الحاج؟ النبي لما اتكلم عن المهدي ما اتكلمش لا عليك ولا على مليون واحد زيك. النبي لما اتكلم عن المهدي كانت نبوءه خاصه بالارض اللي هو عايش فيه، عايز يطمن عليها في المستقبل. انت ايه دخلك؟ انت ولا اي داعي على وجه الارض ولا اي مفكر على وجه الارض له دخل بالموضوع اصلا. المشكله بقى نطلع
نلاقي كل شوية واحد يطلع في الإعلام أنا المهدي ويبدأ يعرض مش عارف إيه ويبدأ يأكد، أنت بتأكد الموضوع أصلاً مالكش علاقة بيه. أنتوا بتتمحكوا في إيه؟ الموضوع ما يخصكوش ولا يخص الدين في شيء. أنت لو عايز تثبت إنك راجل فاهم في الدين زود إيمانك. زود إيمانك بالله، هو ده الدين الأصلي، إنك تزداد إيمان بالله. أعلى لقب ممكن تاخده، أعلى لقب ممكن تاخده بلا منازع أن تكون من عباد الله المخلصين، مش إنك تبقى المهدي. وبعدين خد بالك، ربنا بيقول الذين اهتدوا زادهم هدى. يعني إيه؟ يا أخي ركز على إنك تبقى مهتدي مش مهدي. المهدي ده حاجة خلاص جزئية تفصيلية هتنتهي وخلصت. لما يجي الراجل ده الحاكم ده ويحصل النبوءة النبوية عليه خلاص انتهى الموضوع. لكن المهتدي والذين اهتدوا زادهم الله هدى وزدناهم هدى. خليك انت شخص مهتدي مش قاعد تقول. والمشكلة كمان ايه؟ ان احنا عندنا فكرة المخلص دي بقى الترمومتر الثاني اللي المهدي. فكرة المهدي دي ترمومتر بيقيس عندي كذا حاجة في الابحاث، اعرف ان كان الناس دي ماشية صح ولا غلط بموضوع المهدي ده. زي فكرة الأحمدية والقديانية والمذاهب الكتيرة المختلفة دي. في فكرة تانية ترمومتر المهدي بيقيسها. إيه الفكرة دي؟ فكرة المخلص الواحد. يعني إيه؟ الناس مجبورة على فكرة إن لازم يجي واحد مختار من السماء مخلص ينقذ البشرية. إيه يا حبيب أفلام الخيال العلمي اللي أنت عايش فيها دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيحاسب كل شخص على نفسه وبيكلف كل شخص على حياته. كل واحد فينا هو مخلص لذاته، كل واحد فينا هو مختار في حياته، كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من العلم والهدى والأمانة ما ينجي بنفسه وما يخلص به نفسه. ما فيش حاجة في القرآن اسمها المخلص، ما فيش حاجة اسمها في القرآن المنجي. ده أسماء لله سبحانه وتعالى، إنه منجي، إنه بينقذ الناس. ده ربنا مش أي حد تاني. مفيش إنسان على وجه الأرض يتصف بتلك الوحدانية في التخلص وفي الإنقاذ. ما تفوقوا من الوهم اللي انتوا عايشينه ده. حتى المهدي ده اللي هو نبوءة النبي يوم ما يظهر هيظبط حاجات اجتماعية سياسية ليس أكثر، ملوش علاقة أصلا بإيمان الناس ولا بعقيدتهم ولا بآخرتهم. لكن المشكلة إن الناس، وده بقى أحد الألاعيب الشيطانية مع المؤمنين. ما هو الشيطان شغال مع الكل. الشيطان شغال معاك سواء كنت مؤمن ولا معاك سواء كنت كافر. الشيطان يجي للمؤمنين يعمل لهم ايه؟ يزرع عليهم الوثنية عبر فكرة المهدي. فيبدأ بقى المسلمين كلهم من زمان قاعدين مستنينه، وتلاقي كل الكتب، وتلاقي حتى يعني انت شفت مسلسل يوسف الصديق، المسلسل الإيراني اللي اتعمل اللي بيحكي قصة نبي من الأنبياء اللي هو سيدنا يوسف. حشرين في المسلسل ان يوسف عليه السلام قاعد منتظر المهدي اللي هيجي في آخر الزمن. يا عم الحاج ايه التخريفات الرهيبه اللي بقت الامه الاسلاميه بكل مذاهبها عايشاها ده؟ يعني النبي قالها كلمه، الراجل قالها كلمه عشان يطمن المجتمع اللي حواليه، راحوا ماسكين الكلمه وسابوا كل الرساله السماويه. اصلا الكلمه اللي قالها دي ما لهاش علاقه بالرساله السماويه. ده قضيه اجتماعيه، قضيه سياسيه، وليس لها علاقه اصلا بالرساله السماويه ولا بالدين. حشروها في كل شيء. وبالتالي بقى فكره المخلص دي هي فكره وثنيه. عايز يوجه تركيزك عن العبادة والإخلاص والإنابة والتوكل والإخبات والخشوع كل الأمور دي، بدل ما توجهها لله تبقى أنت قاعد منتظر ظهر ولا ما ظهرش، هيظهر إمتى، وبدأت كل الكتب الإسلامية هيظهر مين، فين هو، صفاته إيه، أسماؤه إيه، هيطلع منين، هنعرفه إزاي، علامات. يا عم الحاج صلى على النبي أنت وهو، يا عم الحاج اتقي ربنا في نفسك، ارحم نفسك. انت مهدي لحياتك، انت مهتدي في حياتك. مفيش حاجه اسمها المهدي هينقذك وهينقذ الايمان بتاعك. لا يوجد فكره المخلص دي في دين الله. ودي لوحدها برضو ترمومتر بيعرفني الناس دي بتفكر صح ولا غلط. اي مذهب عنده فكره المخلص الواحد ده مذهب على ضلال، على ضلال، ولو كانت حججهم منطقيه فهو على ضلال. بس ده بيخالف مين؟ حتى لو انت بتحتج بالمنطق، حتى لو القديانية ولا مش عارف المرازية ولا الشيعية ولا الأسامي الكتير اللي بيخترعوها دي، حتى لو بيحتجوا إلى منطق، فلا يوجد منطق غير أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المنجي. وربنا سبحانه وتعالى لو فتحنا كتابه هنلاقيه بيكلمك عن حاجة اسمها المتقين بلفظ الجامع. مش المتقي، مش الهيرو، مش السوبرمان، مش الهيركليز. سوبرمان، هيركليز، هيرو، المهدي، كل دي مصطلحات لعملة واحد اللي هي ايه؟ المخلص الواحد، المختار الواحد.
ربنا في القرآن بيكلمك عن المتقين بالجمع، عن الأولياء بالجمع. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مين أولياء الله؟ دول ناس لا مية بتأثر فيهم بالسلب، ولا نار بتأثر فيهم، ولا حوادث، ولا أضرار، ولا أزمات اقتصادية، ولا كوارث، ولا أمراض. هم دول بقى الناس اللي هتعدي من كل الكوارث. بس دول إيه؟ دول مجموعة، دول مجموعة من عباد الله متوزعة في الأرض، درسوا وفهموا واتقوا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وقاهم وحماهم. دول مش واحد، دول يمكن آلاف، يمكن مئات الألوف، بس ما تعرفهمش أنت. وركز على أنك تبقى واحد منهم. اللهم إني أفضل طول عمري شغال على أني أبقى واحد من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأبقى من أولياء الله. أحسن ليه ما أقعد أركز على الكلام الذي لا يخص إلا جزء بسيط، لا يخص إيمانك بشيء. طيب، إذن آخر حاجة أقولها دلوقتي، إن منهج الوحي يتحدث عن تنمية الفرد والمجتمع، وليس عن توجيه تركيز الفرد والمجتمع لواحد هيظهر إمتى الله أعلم اسمه المهدي. اتقي ربنا في نفسك. ويعني ايه اتقي ربنا في نفسك؟ يعني كن من المهتدين المتقين، وما تقعدش تركز على أمور فيها. أنا بقول لك أهو، المهدي ترمومتر، دي نبوءة النبي حطها عليه الصلاة والسلام. لا يفهم تلك النبوءة إلا من فهم كلام الله. ما هو استحالة أنك هتقعد تدعي فهم كلام النبي وأنت أصلا مش فاهم كلام اللي النبي بيتكلم عنه، يبقى أنت هتفسر كلام النبي غلط. المهدي ترمومتر، أي نعم، قضية فرعية ثانوية محلية خاصة ليس لها علاقة بالدين ولا بالرسالة ولا بالعالم ولا بأي حاجة إسلامية، ملهاش علاقة أصلا بالموضوع بالإسلام ولا بالدين، لكنه ترمومتر للمؤمن الحق المتقي. يعرف بالظبط الناس اللي قاعدة بتألف دي وبتفتري ويقول لك احنا عندنا والمهدي بتاعنا شكله كذا، شغالين صح ولا غلط. هكتفي بهذا القدر، ومش عايز تاني الاقي اسئله كتير عن المواضيع الفرعيه دي. وبصراحه يعني انا بلوم كتير من الناس اللي بتتابعني، كم من تعليق قراته وكم من سؤال كان مكتوب عندي في الفيديوهات، فين الفيديو بتاع المهدي؟ فين الفيديو بتاع المهدي؟ والله حرام عليكم، والله حرام عليكم لما الاقي تعليق أكتر من عشرات التعليقات طالبين فيديو عن المهدي، وما لقيش تعليق عن إزاي نزود إيماننا بالله. ما تعمل لنا فيديو عن العبادة، ما تعمل لنا فيديو عن التقوى. إزاي ألاقي تعليقات مليانة وثنية بالشكل ده في صفحتي مع ناس أظن وأنا متأكد إنهم على قدر من الإيمان والنقاء والصفاء والتقوى؟ إزاي يعني؟ ما يصحش إن إحنا أنا وإنتوا بعدين بنبني صرح من الإيمان بالله والتوحيد لله بلا أي وثنية، بلا أي شرك مع أي حد، وتقوى وولاية لله سبحانه وتعالى دون أي أحد غير الله، ولا نتولى غير الله، ولا أي تعليقات عندي على الناس اللي بتفرج عليا واللي بحترمهم يقولوا لي فين المهدي فين المهدي؟ إيه يا عم الحاج؟ إحنا بنعبد مين بالظبط؟ وبنتقي مين بالظبط؟ وأحجام الحاجات إزاي؟ يعني حجم الإيمان بالله وحجم الرسالة هيبقى إيه؟ يعني حجم المهدي كنبوءة نبوية ليس لها علاقة بالدين هيبقى ايه قدام حجم المواضيع الإيمانية اللي بتخص علاقتك بالله؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.